ينضم إلينا ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك. هذه المناظرة التي ينتظرها الأمريكيون بل والعالم بين جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة والرئيس السابق دونالد ترامب، آخر استطلاعات رأي ترى بأنها مهمة جدا لبايدن وكذلك أيضا مهمة لترامب. التفاصيل قبل النهائية أو النهائية حول هذه المناظرة معك ياسر، كيف يتم الاستعداد؟ ما هو المنتظر أن يشاهده الأمريكيون في هذه المناظرة؟ خالص التحية لك محمد وللسادة المشاهدين. بالفعل يعني استطلاعات الرأي هي صحيحة للغاية ونلمسها في الشارع الأمريكي، حيث أنها بالفعل هامة للحزبين الديمقراطي والجمهوري. فوكس نيوز اليوم وفي خبر أو سؤال أعلنت في مقالة كبيرة أيا من ترامب سوف يكون غدا، بمعنى أوضحت في متن هذا الخبر محمد أنه أيا من ترامب، هل سيكون ترامب غير المنضبط الذي كان في العام 2020 أمام بايدن وقاطع بايدن مرارا، أو أنه سوف يغير من طريقته. أيضا واشنطن بوست قامت بذكر بأن بايدن هو متمرس في مثل هذه المناظرات، وأنه يعني خاض قرابة 30 مناظرة ما بين مناظرات رئاسية أو عندما كان نائبا إلى لباراك أوباما أو حتى في انتخابات عادية. أما على الجانب الآخر ذكرت الجريدة بأن ترامب فقط يملك في جعبته 16 مناظرة، وأنه كان قد رفض المناظرات الخاصة بالانتخابات التمهيدية. على أي حال الوضع الآن ساخن جدا، الجميع ينتظر. هناك على سبيل المثال المستشار الجمهوري بريت أودينيل قد تحدث بأنه إذا ما يعني كان ترامب هادئا واستطاع أن يتحدث بالحجة سوف تمضي الليلة ليلة جيدة عليه وعلى الحزب الجمهوري. أما حاكم أوهايو السابق جون كاسيتش قال بأن ترامب سوف يحاول على إثارة غضب بايدن. الرجلان الذين يعني أصبحا طاعنان في السن، 81 عاما لصالح بايدن و 78 عاما لصالح ترامب، جميعهم أو هما الاثنين لا يحظون بالشعبية الكبيرة من ناحية السن. هذه المناظرات محمد كما ذكرت وول ستريت جورنال ليست للأهداف السياسية وذكر ما سيقوم به كل منهما في الأربع سنوات التي سوف يقضيها في البيت الأبيض، ولكنها لمعرفة إذا ما كانت الحالة العقلية والذهنية لكلا المرشحين سوف تكون يعني مرنة، وسوف تكون أيضا لقيادة الولايات المتحدة في الأربع سنوات القادمة. بايدن سوف يؤكد كما قالت واشنطن بوست، سوف يحاول أن يؤكد بأنه زعيم قوي وأنه سياساته الخارجية أيضا قوية، وأنه يحاول منع الحرب في غزة وكذلك أيضا الحرب في أوكرانيا، وسوف يقوم بإفشال ترامب ووصفه بأنه هو القادم لقتل الحرية والديمقراطية. وهذا أيضا ما قامت بفوكس نيوز اليوم وقامت بنصيحة بايدن، حيث أنها أوردت في المقال السالف الذكر محمد بأنه لابد وأن يبتعد عن أن يقول بأن ترامب مدان جنائيا، حيث أن هذه القضايا خاصة فقط بالقانون الأمريكي وأصبحت يعني مسخة إذا صحت الكلمة، حيث يذكرها بايدن في كل أحاديثه. على الجانب الآخر ترامب سوف يؤكد في هذه المناظرة على الترهل في مسألة الاقتصاد، وأن سوف يستفز الحالة الصحية لبايدن. وأيضا قالت وول ستريت جورنال محمد بأنه إذا ما قام استفزازه أو إذا استفز ترامب بايدن من الجائز جدا أن يخرج عن شعوره، خاصة
بأن هذه المناظرة هي ساعة ونصف، الساعة والنصف لن يتم فيها التواصل مع الحملة الانتخابية لكلا المرشحين، على الرغم من أن هناك توقف للإعلانات بين في خلال هذه الفترة، ولكن بشكل عام لن يكون هناك جمهور، سوف تكون في الأستوديو. يعني بعض التصريحات أو بعض الكواليس تقول بأن ترامب هو مستعد للغاية، وعلى الجانب الآخر أو كان هناك منذ يوم تقريبا كان ترامب يحاول وفريقه أن يقدموا بايدن إلى الكشف الطبي للكشف عن حالته الصحية، وأنه لن يأخذ أي عقاقير طبية تساعده على مواصلة الساعة ونصف وأن يكون باللياقة البدنية والذهنية الكاملة. انتظار المناظرة إذن انتظار كبير من قبل الأمريكيين والعالم أجمع لهذه المناظرة التي ربما تكون تحولا كبيرا لأحد المرشحين، سواء جو بايدن الرئيس الحالي أو حتى الرئيس السابق دونالد ترامب. أشكرك شكرا جزيلا ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من نيويورك. شكرا جزيلا لك.